الحمد لله، طبعا مكسب كويس طبعا في وقت قاتل. طبعا احنا كنا محتاجين المكسب دوت عشان جمهورنا اللي راح مننا، عايزين اعتقد ان الماتش ده هيجيب البطوله ان شاء الله. مكسب كويس وبنشكر ربنا طبعا على المكسب. كابتن عماد متعب نجم هجوم الاهلي اكيد طبعا، بس الحمد لله على المكسب والحمد لله على التاهل، اتاخر المكسب لكن الحمد لله كان في اصرار من اللعيبه وربنا كرمنا الحمد لله. كان في سوء حظ غير عادي بيقابل الفرقه وانت تحديدا النهارده؟ عادي ده يعني ده وارد في الكوره، بس الحمد لله المهم ان احنا بنلعب في 90 دقيقه بنلعبهم وربنا كرمنا، ومش هيفرق مين اللي يجيب له جوان، المهم المكسب وده الاهم الحمد لله. اصعب يا عماد اكيد طبعا، بس خلاص يعني في مرحله ثانيه ان شاء الله نعديها، يكون في على الاقل في فتره اعداد، لان احنا بقى لنا فتره ما بنلعبش، بنلعب ماتش كل اسبوعين، فده صعب، فربنا يكرمنا ان شاء الله. شهاب